محمد صلاح في تنفيذ الكورنر من قائد الثاني. هذه خطيرة خطيرة، طلع كورة طلع كورة يا مصطفى، برافو. المرة الأولى الآن نادي بن عطية، والمتابعة كانت في الكرة الثانية عن طريق أحمد المحمدي قبل أن يتدخل. لافينيا المضافة مارك مصطفى، شوف الإعادة، شوف النادي بن عطية للمتابعة للكرة الثانية. كان لازم اللاعب إضافي حسب آخر فوز للمغاربة، يعود إلى 2001 في تصفيات كأس العالم. تمشي كرة حمزة بنين، يلا يا حمزة ارفع في القائمة الثانية. تطور على فيصل فجر، بعيدة تماما على فيصل فجر الذي اعتبره فعلا واحد من الاجود اللاعبين، واحد من ابيض اللاعبين في دوري المجموعات. شوف الانطلاقة من حمزة منديل، شوف ارضية الميدان فعلا هي كالمصرية تناديك يا فيصل يا فجر. صعود طوال القامة، صعود العمالقة بن عطية وداكوستا وسايس كلهم داخل منطقة الجزاء. اذا الحكم ماذا يقول في هذه الاثناء؟ شنغان كبير وغليان كبير داخل منطقة الجزاء. داكوستا وبن عطية وسايس ترفع الكرة بعد في هذه اللحظات، هي مغربية، هي مغربية، حد كورة اللاعب اللي قادر في أي لحظة على المباغة هو صلاح. امشي يا منديل، اقطع يا منديل، اقطع يا منديل، برافو. الاختبار الأول لمنديل أمام محمد صلاح، هذا هو المحمدي. خطيرة خطيرة، اليوم نشوف هذه اللقطة، هذه اللقطة صلاح يحطها لأحمد المحمدي، هنا مرت على بن عطية. تخوفني يا بن عطية، تخوفني يا بن عطية، أرجوك ركز في المباراة يا بن عطية. للخطأ الأول في التقدير يا بن عطية، ستبقى كبير ولكن هنا أريدك أن تكون أكبر يا بن عطية، لأن هذه مباراة خروج المغلوب. مرت عليك يا بن عطية أمام، رفع الكرة داخل منطقة الجزاء في هذه الأداء، تلعب الكرة بسرعة لفائدة المنتخب المصري. كورتك يا منير، كورتك يا منير بالفعل. كرة ممكن يمرر لكريم الأحمدي، انتظرت بأنك ستوير عرضية ثلاثية جميلة. يا رب يا رب نبيل، يا رب نبيل، نبيل غرار. مجدد جميل جدا في الجهة اليمنى، إنسان في كريم الأحمدي وفيصل فجر. شوف من نفس فيصل فجر يفتح المجال للاعب نبيل غرار. ارفع راسه نبيل، ارفع راسه نبيل، حضر العرضية. كان في الانتظار عزيز محدوس، لكن أحمد الحجازي يمنع عزيز ويقطع الطريق أمام عزيز، وبالتالي ركنية. أتمنى أن نستفيد منها. فيصل فجر إذن يسعى لتنفيذ الكورنر في هذه اللحظات. مرفوع الكورة الراسية يا سايس، يا سايس لم تكن مركز هذه اللقطة. شوف الإعادة مرة أخرى، المسا على ما أعتقد أحد اللاعبين في القائمة الأول، المسا أعتقد أحد اللاعبين في القائمة الأول بالفعل قبل أن تصل إلى لاعب. هنا سايس، عودنا سايس على الضربات الرابعة، أعطي الإشارة لأن الكرة ستكون في القائمة الثانية. هنا مع الصعود الآن مدافعين، إذا فيصل فجر يصعد للرفع للكرة داخل المنطقة الراسية، لكن عصام الحضري، عصام الحضري يتابع مروان داكوستا وصاحب الراسية من طارق حامد. لديه انذار بارك ابو صوفا، سيلعب الكرة امامية لمن 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 المتابعة مروان داكوستا. يلا يا داكوستا ارفعها، ارفعها يا داكوستا، خطيرة. كان قريب غانم سايس من افتتاح باب التهديف، جاءت الفرصة أخيرا، جاءت الفرصة أخيرا. شوف هنا داكوستا، لحظة تردد من داكوستا. يا غانم يا غانم يا غانم يا سايس، هذه كورتك على القائمة الأول، هذه كورتك على القائمة الأول. لو لمسها غانم سايس في الوالة الأولى، لو لمسها غانم سايس لكان الهدف الأول. شوف الإعادة مرة أخرى، غانم سايس على مرتين، الأولى ثم بعد ذلك الثانية، ولكن الأولى كانت سهلة لو لمسها، لكن عصام الحضري يغطي الجهة. وركلات المعاناة وركلات فعلا تقف فيها القلوب، وهي فعلا مباراة ليست في مصلحة أصحاب القلوب المريضة. تسديدة مع نهاية الشوط الأول، فيصل فجر يرفع كرة مرة أمام الجميع، يلحق بها غانم سايس، الحكم يقول رمية جانبية
لفائدة المنتخب المغربي. نبيل درار يمشي لتنفيذ التمهيدان والتغيير بدخول اللاعب احمد حسن كوكا المحترف في الدوري البرتغالي مكان مروان محسن. تغيير مهاجم بمهاجم والاحتفال بالأربعة 4-2-3-1، ولكن شوف المنتخب المصري يدافع باكبر عدد من اللاعبين. عز محدوس وسط الحصار وسط الزحام يمرر الكرة، امكانيه نبيل، ارفع يا نبيل، ارفع يا نبيل، يراوغ نبيل، هيرا بعيد على نصير يضغط صلاح وحمزة مكون جميل جدا، ولكن العرضية يجب أن تكون أكثر فعالية بين معرضي. أحمد حجازي لو تلاحظوا من الكرات العالية معظم يكسب المدافع أوطي ورقامة من بين المدافعين، كل مرفوع من قيمة الثاني. كورتك يا مبارك، كورتك يا مبارك، امشي يا مبارك، يلحق يا مبارك يا ديالنا، رجع لمنطقة الجزاء، رجع أرجوك لمنطقة الجزاء. مبارك بوصوفا يرفع كرة، هي عصام الحضري، عصام الحضري يتصدى أمام المهدي بن عطية في هذه الأندية. لاعبين شباب معدل أعمار لا يتجاوز 25 سنة. هذه كرة خطيرة خطيرة خطيرة، السلامة السلامة السلامة، غليان 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 في منطقة المغاربة. يا داكوستا ماذا فعلت، يا داكوستا ماذا فعلت، الأخطاء ممنوعة أمام محمد صلاح. شوف خطأ فادح صلاح ينزل بهذه الطريقة، برافو يا منير، أسد يا منير، أسد من خارج منطقة الجزاء، يمشي بوصوفا، يمشي حتى لي فيصل، هي يا فيصل، هي يا نبيل، هي يا نبيل. شوف الباص في فيصل فرجر نبيل درار، لمس عصام الحضري، لمس عصام الحضري. شوف الإعادة مرة أخرى، صراع هنا بين محدوس وكذلك عصام الحضري. شوف هنا، لا كريم الأحمدي وقف كرة، يلعب لبوصوفا، بوصوفا يتقدم يبحث عن ينصيري، بوصوفا الأسود تقاتل في هذه الأثناء. حمزة منديل يمشي بالكرة من الجهة اليسرى، عندك المساحة، يلا يا منديل، يرفع الكرة، مرة جانبية، مرة جانبية من عزيز محدوس. شوف 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 محدوس من الرأس، كاد أن يضع في الشباك المصرية. كما أنت محظوظ، كما أنت محظوظ يا عصام الحضري، خوفني في هذه اللقطة يا بن عطية، ركز معانا يا بن عطية، الله يخليك، ركز معانا يا بن عطية. ممنوع على الأخطاء وممنوع هروب اللاعبين المصريين، ما يعاب على بن عطية الفوضى. الله يا بوصف، الله الله الله، كاد أن يكون هدفا عالميا. شوف ابن مدينة كليميم ماذا يفعل، شوف بوصف، نعم ماذا يفعل، هنا الذكاء، هنا الخبرة، هنا الهدوء، هنا الرزانة، هنا التعامل الاحترافي مع هذه الكرة. الله لو دخلت، تمشي لعب مروان داكوستا، يرفع راسه، يرفع راسه، يرفع كرة في اتجاه لعب فيصل فجر، تمشي للركنية مغربية، شعلنا شعلنا الأسود، شعلنا الأسود، وإن شاء الله المرمى قريبة يا فيصل، يا فجر، ينفذ الركنية راسية بعيدة بعيدة تماما يا غارب يا سيس. كنا قريبين، كنا قريبين. شوف شوف مرة أخرى، أين هذه الكرة يا عزيز يا محدوس؟ هذه كرة كانت سهلة، فيصل فجر حضر بشكل ممتاز، وابو حدوس امام المرمى يضيع فرصه مثاليه. اخشى ما اخشى ان نندم على هذه الفرص، اخشى ما اخشى ان نندم. كان رفع ديال الكره، الحكم يعطي الاشاره للتنفيذ في هذه اللحظات، مرفوعه في القائمه الثانيه بالراس، من يتابعه مره جانبيه،
مرة جانبية مروان داكوستا هو الذي نعم سدد الكرة بالراس بهذه الطريقة. شوف الإعادة، كان يبحث عن محدوس، كان يبحث عن محدوس، حتى محدوس كان في وضعية تسلل في هذه اللقطة، لمس الكرة. نعم الحكم كان سيشير إلى وضعية تسلل على لعب كوكا، تمشي أمامية لمن نبيل ديرار، يحاول وقف كورتو، يوقف كورتو، لا أعطي على الطير، هذه فرصة. ماذا يحدث يا ربي؟ ماذا يحدث؟ الكرة تبان تدخل، الكرة تبان تدخل. مشاهدينا الكرام، شوف الإعادة مرة أخرى. حجازي، حجازي كاد أن يكمل في المرمى. أعطيني حتى المصريين وارميني في البحر، أعطيني حتى المصريين وارميني في البحر. يوقف الناشدان في المكان المناسب. يا رب الطف في هذه الكرة، والحكم يعطي الإشارة لتنفيذ الركلة الحرة. خطيرة، خطيرة، وماما قلت وماما أشدت، لن أعطيك حقك يا منير المحمدي. أنقذنا من هدف غادر، أنقذنا من هدف غادر. صلاح نفذ الركنية، نبقى مركزين. ونصيري في دور دفاع الحكم يقول ركلة حرة. يا رب السلامة، يا رب السلام على الكرة. كان بإمكان أن تحمل الجديد للمنتخب المصري. شوف عبد الله السعيد يرفع الكره، شوف هذه يتمرنون عليها في التدريب، هذه يتمرنون عليها في التدريب. حقيقه نفذت بطريقه ذكيه. الله عليك يا اسد، الله عليك يا اسد، ذكرتنا بايام الزاكي في 86. يمكن هذه اللقطه ذكرتني بالصده الرائعه والتي لا تنسى. ويجب المحاصرة للاعبين المصريين. تنفذ الركنية، طلع كرة، هدف، هدف كهرباء، هدف كهرباء في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. هذا ما كنا نخشاه مشاهدينا الكرام، هذا ما كنا نخشاه مشاهدي الكرام. هدف غادر في هذه اللحظات عن طريق اللاعب كهرباء. نعم البديل يستغل هفوة دفاعية وبالتالي أفضلية مصرية في هذه الأداء. مشاهدينا الكرام، نعم يتم التغيير، كهرباء البديل، كهرباء البديل، نجح في التسجيل. هذه الإعادة، هذه الصورة. يا بن عطية، قلت ومنذ بداية المباراة تخوفني يا بن عطية، تخوفني يا بن عطية، تخوفني يا بن عطية. والخوف والشك كان في محله، الخوف والشك كان في محله. كهربا يخطف الكرة أمام اللاعب المهدي بن عطية وينجح هنا في افتتاح باب التهديف في وقت قاتل جدا، في وقت قاتل جدا. بن عطية ماذا فعلت؟ بن عطية لا أريد أن أكون قاسيا عليك، ولكن غلطة كبيرة ترتكبها. هذه الفرصة الأخيرة أمام المنتخب المصري. إذا من سيسدد؟ هو فيصل فجر، هو فيصل فجر. من سيسدد الكرة؟ في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام، والحكم ماذا يقول؟ الحكم ماذا يقول؟ يطلب إعطاء الأمتار القانونية. في هذه الأثناء إذن الكل يترقب والكل ينتظر. هذه الكرة من جانب اللاعب فيصل فجر، فعلا شنآن كبير داخل منطقة الجزاء، والحكم الكابوني يعطي الإشارة لتنفيذ هذه الكرة. فيصل فجر، مرة جانبية، مرة جانبية، ونهاية المباراة بفوز المنتخب المصري وتأهله إلى الدور نصف النهائي. كيفما كان الحال نقول مبروك، مبروك وهارد لك للمنتخب المغربي. شريطة الاستمرارية في الـ